السلام عليكم، اسمي حمود بن محمد الشعيلي، مهندس مشرف عن التشغيل والصيانة في محطة عبري 2 للطاقة الشمسية في سلطنة عمان، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة الكهربائية. بدأت مسيرتي المهنية في شركة أكوا باور منذ عام 2018، وبعد مرور عام تمت ترقيتي لمهندس غرفة التحكم. ومنذ إعلان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن فوز شركة أكوا باور بمشروع عبري 2 للطاقة الشمسية، كانت أمنيتي أن أكون جزءا من هذا الفريق، وبفضل الله تحققت هذه الأمنية. تعتبر محطة عبري 2 للطاقة الشمسية أكبر محطة كهروضوئية في سلطنة عمان، والتي تواكب رؤية السلطنة 2040. ونحن فخورون جدا بكوننا كادر عماني بدأ مسيرته منذ الإنشاء إلى التشغيل التجاري. شركة أكوا باور من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والداعمين للشباب الطموح وذو الشغف.